نشوف ايه موضوع البطاطس والجزر اللي هيتحطوا مع اللحمه. هي بطاطسايه واحده وجزرايه، بنقطعهم شرايح وبنبدا ان احنا نسلقهم في ميه تكون سخنه عشان يطلعوا لي بالشكل اللي انت حضرتك كده شايفينه. يبقى ده اول حاجه هنبدا ان شاء الله ان احنا نشتغلها مع بعض، الاثنين مع بعض. الجزر اهي يعني بطاطسايه بتجيبيها بتسلقيها عاديه جدا، فاهم ازاي؟ اهي هناخدها، بناخدها شرايح كده مع الجزر. انا اول حاجه هاخدها البطاطس ديت بعد ما تتسلق، حلو الكلام، انا بكسرها بالسكينه يعني بدل الشوكه وكده، واخد عندي جزرايه تكون مسلوقه عليهم تكون شرايح كده، بتدي طعم سكر للحمه بالمناسبه يعني الجزر. بطاطسايه وجزرايه بس كده بقطعهم شرايح وبنبدا ان احنا نسلقهم مع بعض، يعني دول مسلوقين اصلا بالهراسه او بالشوكه، ونبدا ان احنا ايه نهرسهم مع بعض. الاثنين اصلا هيسمغوا مع بعض دلوقتي، انا بس بعملهم بالسكينه دلوقتي، ولكن بعد كده هنجيبهم ايه هنعملهم نظبطهم بالشوكه نفسها او بالهراس. عندي لو عندك هراسه بطاطس تقدري انت تشتغلي بيها. ماشي كده، يبقى دي ايه اول حاجه عندنا في البرجر، هنشوف هنعمله ازاي. شوكه مثلا كده اهو، ونهرس الاثنين مع بعض، البطاطس مع الجزر، نهرسهم مع بعض كويس قوي بشوكه كده. عايزه تحطيها طبعا في بوله، انا عملتها بالسكينه بس عشان توفر لي وقت مش اكتر. انت عايزه تحطهم الاثنين مع بعض وتهرسيهم في البوله على طول براحتك، انا عشان الوقت بس ما تاخدش معايا وقت. شوكه كده اهوت، نبدا نهرسهم، هتلاقيهم بدا ايه اصلا خلاص بداوا يتسمغوا الاثنين مع بعض، الاثنين مع بعض، الجزر مع البطاطس. يعني طبعا الجزر والبطاطس خصوصا البطاطس فيها نشويات، فمجرد اصلا بتبداي ان انت تهرسيها كده اهوت بتلاقيها سمغت مع بعض زي الفل اهو. نهرس يا باشا هرسه كده محترمه، تمام يا استاذ جيمي. نروح فيها فين؟ واخدين عندنا البصل، بصله مبشوره، اركن دي كده جانبا، نجيب عندنا بصلايه كده اهوت نبشرها عشان ناخد منها التفل بس بتاعها. بسم الله ما شاء الله ينور. نجيب عندي البوله ديت، نقوم شايلين عندنا البصل ونعصر الباشا ده كويس جدا، وبعد كده نقوم واخدينه فين على البطاطس وعلى الايه الجزر، ونهرس الكلام الجميل دوت مع بعضه. بص بقت عامله ازاي، بقت عجينه واحده اهي، الجزر مع البطاطس مع البصل، بقت عجينه واحده وزي العسل ومية مية ومتسمغه وتعمل تمام. ده كلام جميل. هجيب عندي ربع كيلو من اللحمه المفرومه وتكون مسمغه شويه، نحطها عندنا في الكبه هنا. بعد كده اهوت بنقوم واخدين عندنا البطاطس والجزر والبصل، نقوم حاطينهم معاها كده، نجيبها هنا واحد عدد بيضه نحطها معاهم. خلولي الدنيا المسام بتاعت البرجر نفسه متفتحه معايا تبقى زي الفل. اقوم واخد عندي شويه بهارات برجر، وبعد كده بقوم واخد عندي معلقتين كده حلوين من النشا، تمام، عشان يمسكوا لي الكلام الجميل ده مع بعضه. وهشوف التسميغه بتاعتها عامله ازاي، محتاجه لقيتها طريه جدا معايا هدي لها معلقه بقسماط مش اكتر، لقيتها مظبوطه خلاص هنشوفها دلوقتي هتبقى القوام بتاعها عامل ازاي والملمس بتاع العجينه عامل ازاي. اديها شويه ملح، اديها
وناخد عندنا شويه فلفل. بعد كده نقوم قافلين ونشغل. بسم الله. عايزه ناعمه جدا. حلو جدا. هنجيب لها بس ربع كوبايه من البقسماط، تمسك معايا الخليط دهوت واسيبها تنعم كمان اكتر واكتر. عايزها تبقى ناعمه جدا. هنا بقى على ما نجيب عندنا معلقتين بقسماط، انا بجيب هنا ميه بتل، ودي اهم حاجه عشان البطاطس عندي تطلع مقرمشه وزي الفل. اقوم واخد عندي الايه البطاطس ديت كده، اقطعها بالورب كده، قطعها صوابع، قطعها ديت اي محل ادوات منزليه هتلاقيها موجوده عنده القطاعه الجميله ديت كده اهو. السمك يكون زي ما اتفقنا ايه، يكون برضو تخين شويه ما يبقاش رفيع. وبعد كده تقوم واخداها، تسلم ايدك، ماشي الكلام الجميل ده تمام. قطعناه كده. فين بقى الكلام الحلو ده؟ فين؟ في الميه التلج اهم حاجه، وهي دي اصلا اكتر حاجه تخلي البطاطس معاكي مقرمشه زي الفل. انا هحط منها بس معلقتين بقسماط عشان امسك العجينه كويس. يلا باشا، هنا البطاطس ديت ايه اركنها هنا جانبا، ونمسك عندنا المكبس بتاعنا ونقدر نخزن منها بورق زبده او بكياس ثلاجه. كيس ثلاجه عادي بفتحه من الاربع جوانب بيبقى عندي شغال زي الفل. ايديا بملاها ميه حاجه بسيطه جدا، ونبدا ناخد قطعه من العجينه ديت. هتعجبك بجد يعني، جربيها هتعجبك بجد. اهيت ادي العجينه، حديت لها بس معلقتين اتنين من البقسماط عشان تمسك معايا، والقوام بتاعها بص اصلا اللون، لون اللحمه كمان عامل ازاي، كل حاجه داخله ببعضها ميكس. نقوم حطينا هنا جميل، وريحته اصلا جميله قوي من الجزر والبطاطس احنا حاطينها، طعمه حكايه. نقوم واخدين كده كبسين ماشي، وتقدري تاخديها كده اهو تقومي مخزناها كده. يعني انت تقدري تاخدي القطعه كده لوحدها وتحطيهم فوق بعضيهم زي ما هعمل كده دلوقتي، وتخزنيها براحتك خالص. يلا يا استاذ. تمام. لا ما فيش زيت خالص تحط فيها خالص، هي كده بتحط زي ما هي، اما ورقه زبده او اكياس ثلاجه بنكون فاتحينها مربعات زي ديت كده اهي، بنقوم حاطينها دي كده بسم الله، ونكبس بالراحه خالص. نقوم حطها كده، تحطيهم كده فوق بعضيهم وتخزني يا باشا براحتك. تقفلي، تكتبي تاريخ الصلاحيه، ده اهم حاجه، مش تاريخ الصلاحيه، انت تكتبي التاريخ اللي انت حطيتي فيها الحاجه، وده مهم عشان تعرفي الحاجه انت حطاها امتى. دي مثلا شهر شهر ونص في الفريزر مش هيحصل لها اي حاجه. زيت هنا يعني ازاي، شويه زيت صغيرين كده نحطهم كده وندحرجهم عندنا في الطاسه. تاكد الحراره تبقى بتاعت الاتصال في الحاجات ديت، ما تبقاش يعني انت معليه النار عليها قوي، اللي هو يعني انا ودرجه حراره متوسطه،
فاهمه ازاي؟ خدي الحاجه كده ايه على مهلك كده وهتلاقيها ماشيه معاك ان شاء الله زي الفل. شيل يا باشا بص اهيت اهو كده بسم الله. عندنا الاثنين دول انا هشغل على دي برضو يا جيمي وبرضو ريحته جميله بجد، ريحته حلوه قوي. الخلطه اللي احنا عملناها تسيبش بس تحط معلقتين اتنين بقسماط عشان يمسكوا معاكي وتعرفي ان انت تشتغلي بيها، ما تكتريش بقسماط لحد ما العجينه تحس ان هي ماسكه معاكي كده وتمام التمام نبدا احنا نشتغل فيها. الطاسات ما شاء الله بتاعتي، بص بص بتاعت كيتشن نوفا طاسات محترمه جدا، بصي تلاقي الحاجه ايه ما بتلزقش فيها وشغاله زي الفل يعني. انا كده كده اصلا انا وعمد رفيع كمان ومش هياخد وقت معايا في التسويه، ما فيش اي وقت، تك تك على طول على دقيقه كده ودقيقه كده اهوت وطلعي وبالهنا والشفا اهو. عشان اعمل لها صوص دلوقتي حلو قوي بسم الله. قلنا بقوم جايبها حاطط فيها يعني بنقول مثلا كوبايه ميه سخنه كده حلوه ماشي، واجيب عندي مضرب سلك وناخد الحله الستانلس ديت نقوم حاطينها فين عندي على النار هنا كلام جميل، شغل عليها كده واجيب عندي معلقتين اتنين من الديميج لاس الباودر عشان اقدمه مع البرجر ده. ممكن تعمليه شويه مكرونه جنبه، مكرونه صوص احمر جنب البرجر ده يبقى حكايه. ديمي جلاس ده بيتباع ورخيص على فكره، بتجيبيه من السوبر ماركت او اي عطار عندك ديمي جلاس باودر. معلقتين اتنين على الكوبايه اهم، معلقتين اتنين كده اهوت على الكوبايه. ماشي وتقلبي على النار لحد ما يبدا ايه يربط معاكي. بقى عايز ايه اروشه شويه كده واديله لمعه كده حلوه ويبقى اللمعه بتاعته جميله عشان البرجر، بقوم مديله مكعبين اتنين بس صغيرين من الزبده عليه كده اهو كده وكده مكعبين اتنين من الزبده بس وشكرا. هو في ملحه وفي بهاريزه وبابا غنوج وكل حاجه، ما تعمليش اي حاجه تاني. معلقتين اتنين من الديمي جلاس الباودر على عندك عرق لحمه بارده عايزه تعمليه، تعملي شويه الصوص دول جنبهم، معلقتين على كوبايه على معلقتين اتنين او مكعبين اتنين زبده وكفى، وتقلبي وتفرجي اصلا على الصوص دوت لمعته هيبقى عامله ازاي. ايه الاخبار هنا الباشا؟ الباشا هنا تمام الله الله، بركنهم كده جنب بعض فوق بعضهم. وهنا ايه الاخبار؟ لسه. فانا ممكن اجيب الاتنين الباقيين دول تحطيهم على الجزء اللي استوى، تحطيهم على الجزء اللي في الطاسه اللي هو اكتر جزء مش واصل له درجه حراره اللي هو في الجنب هنا، وتاخدي تكملي عشان كل حاجه تطلع معاك كلها تسويه واحده ويبقى سخن وزي الفل بسم الله اهو. بص يا باشا الزبده مخليه عامل ازاي وقوام الصوص نفسه عامل ازاي، بقول لك اوعى اهو شغل عالي. بص اللمعه عندك على الكبش عامله ازاي، عندك عرق لحمه بارده عايزك تعمليه، عندك قطعه ستيك عايزه تعملي بيه الصوص ده، انا مقدمه النهارده مع البرجر نفسه هقول لك هنقدمه ازاي. يعني في معيار نقوم حاطين الباشا ده الاخبار هنا نقلب بسم الله يا سيدي يا سيدي. هنا برضو تقليبه
جامد تمام. والصوص ده هو اللي هبدا احطه عندي على البرجر بعد ما بيخلص وهو في الطاسه، نقوم حاطين الصوص ده عليه، فبيدي طعم خطير. طيب نعمل الصوص بقى اللي احنا هنعمله، اللي انا هشتغل بيه واللي انا هحطه ليه البطاطس. البطاطس عندي قطعناها وما ننسوش ان احنا حطيناها في اقل من نص ساعه لحد ما التلج ده يسيح معاك. بص العرق بتاع البطاطسيه بقت عامله ازاي، شدت معاك وبقت زي الفل. نبدا نعمل لها صوص كده حلو قوي. عباره عن ايه بقى؟ بجيب عندي كبه صغيره زي ديت، وبحط فيها مايونيز وربع كوبايه، معلقه كاتشب كده حلوه، الكاتشب ده معمول هنا بيتي صح؟ الكاتشب ده بيتي. لا هو حلو والله، بس هو اللون بس مختلف، بس هو ده هنا معمول في القناه، حد عامله صح؟ مين؟ شوف الاء حلو جميل، انا بس لقيته لونه مختلف فقلت اكيد ده بيتي، هو شكله الملمس بتاعه كمان. اديله هنا خيار مخلل، حلو الكلام اهو، عصير ليمونه يا باشا، وشويه من البهارات. السلام بقى، السلام بقى، شويه شبت بقى حلوين، يلا بينا. ده اللي هتقدمه مع البطاطس، فالاكله النهارده ايه، كامله متكامله كده. نص راس توم كده مشويين اهو، يعني شويه توم كده حاطينهم بزيت زيتون وشويناهم، فنقوم حاطين التوم دهوت معاها. يا عيني، واقفل وشغل بسم الله. شكرا ولا كلمه، فاهم ازاي؟ ده مع ايه؟ تاكد تغمس مع البطاطس كده موضوع تاني. بص يا عم جيمي بقى كده اهوت، نطلع ايه البرجر اهوت، نقوم حاطينه كده وشايلين الباشا ده كده هنا ماشي. اصحى بقى للكلام بقى اللي جاي ده بقى، بص بقى الكلام بقى ده كلام كبير بس كده. على النار بقى وشيله، انا خلاص كده بالنسبه لي ايه، ولا لحمه بارده ولا اي لحمه بارده. جربي ده بقى كده ايه، وادعي لنا. طلعيه بقى كده حطيه مع شويه مكرونه على رغيف عيش وطلعيه واشتغلي منه على طول، وكلي بالهنا والشفا زي ما هو كده. هنا بقى البطاطس، طب ده ايه؟ انا بقالي ساعه بقول عليه. انت طب هو جيمي فينا يا شباب؟ حطه عندنا التلج بقى، نشيله من البطاطس تمام، عشان ايه؟ البطاطس نفسها يعني تمسك وتشيل التلج اهم حاجه، لان التلج لو هيبقى فيه مشكله كبيره جدا لو انت حطيت الحاجه فيها التلج عليها، فبسيب الحاجه يعني تنزل من التلج الاول بتاعتها، وبعد كده نبدا ننشغل فين على زيت. الزيت عندنا شويه زيت ذره صغيرين نحطهم عندي في الحله، اول حاجه في الرز اجيب عندي بصلايه افرمها، تمام. بصل، ثوم، فص ثوم كفاية قوي، يلا بينا على الحلة اللي موجودة عندي على النار. بسم الله الرحمن الرحيم،
خش بقى على الشغل اللي بعده، الشغل العالي بقى اللي هو ايه. طيب عندي شويه كركم صغيرين، عندي شويه هوت صوص اللي هو الازازه اللي بتبقى جنب الكاتشب، هوت صوص هتلاقيه صغير كده حلو كده ازازه، ده المكون ده او المكونات دي اللي احنا نحطها مع الرز نفسه غير الصوص اللي هيبقى عليها من فوق. يلا هاخد مكعب مرق، نقلب نديها كده مكعب مرق عشان تصفر معايا وتديني لون حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. بطاطس اعتقد كده ايه، قرمشه وخرفشه مفيش بعد كده. يلا يلا بينا شيل. ماشي البصل يا باشا مع مكعب المرق. الله عليك. نبدأ نحط ايه، شوية كركم صغيرين، وبعد كده نقوم حاطين عندنا هوت صوص معلقة كده حلوة. يا عيني يا عيني يا عيني، نص معلقة صغيرة من الصويا صوص. انا كده ظبطت الايه الدنيا للرز، عملت الاساس الحلو قوي اللي هي شويه الرز بتوعنا المسكرين. اقول لك بقى على حاجه احلى بقى كمان، شويه باربيكيو صوص لو عايزك تحطي، بص بص معلقه، والباقي ده هنخليه للصوص نفسه من فوق. يا عيني قلبنا، اهدي النار بقى واجيب عندي كيلو من الرز المصري، اكون غسله ونقعه 5 دقايق، نقوم نازلين عليه على البصلايه والكلام الجميل ده، من غير فراخ يا باشا، انا اقدمه مع البرجر ومقدمه مع الحجان. نقلب الف هنا وشفا، ده ياكل شويه الرز دول هيتبسط قوي قوي قوي. الاخبار نظبط الايه الملح، يلا ادي شويه الملح اهم، مش كتير طبعا عشان فيها مرق فانا مش حاطط ملح كتير. وهوب بنقوم مديها ايه الميه السخنه. بسم الله هدي لها التقليبه التمام. لا 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 لا، البوتاجاز محترم ما بيفصلش، لازم بعد ما تحط الميه لازم تفضلي تحركي في الرز كده، لو في اي حاجه في قاع الحله ولا اي حاجه لازم، عشان لما نيجي نحط الميه او يجي تشرب الميه، الميه كلها تتشرب جوه الرزايه. يعني غلط جدا انت تحط الميه تقومي قافله، لازم تفضلي تقلبي كده حوالي يعني 20 ثانيه كده تقليبه كده حلوه له، وبعد كده تقوم مغطيه عليه، يطلع معاكي مظبوط وما فيهوش اي غلطه خالص. الغطا بتاعنا غلوه واحده، وبعد كده نبدا اللي احنا ايه نهدي عليه النار. حط البطاطس بعد ما حطيناها في منشف المطبخ، ونقدمها بقى ايه، بص كده غمس كده اهو، هوب وبالهنا والشفا. الله، لا لا حوار، غمس يا باشا كده وبالهنا والشفا. الخيار المخلل برضو على فكره في الصوص ده عامل شغل عالمي. اخد البطاطس دي كده احطها هنا، باربيكيو صوص قدام حضرتك اهوت، ماشي شويه هوت صوص، معلقتين اديها صويا صوص، معلقه اديها بقى معلقه عسل ابيض تروق المسائل ديت، شويه ملح صغيرين ومن غير فلفل ومن غير اي حاجه، هو ملح وخلاص. واجيب عندي معلقه
ونقلب. ريحته ايه بدأت، بص في ثانية اهو، بص عامل ازاي الجلاس يا باشا، حاجة صوص ريزو محترم. تاخده كده على الرز كده بعد ما يطلع، ومن غير فراخ ومن غير حاجة، او الرز ده يطلع مع البرجر ده يبقى برضو موضوع تاني خالص. ده ريزو من غير فراخ. ليه عامله من غير فراخ؟ عشان يمشي مع البرجر نفسه اللي احنا عاملينه اهو. اي 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 ماشي. اقول لك على حاجه حلوه برضو، انت ممكن تعمل دي كده اهو، كده 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 كده. بص يا باشا الجمال ده، تقوم واخد الباشا دي كده تبقى جميله 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 دي. بص اهو اهو.